مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين دفتر احوال، مشاهدين المشاكل، تحديدا الناس اللي بتحب المشاكل وحلها، الناس اللي بتدور دايما على حل لكل مشكله. عندنا حل لكل المشاكل، مشاكل قانونيه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل مع الجهات، كل الطرق اللي فيها حلول المشاكل احنا موجودين. دايما بفكركم بصفحه دفتر احوال بالعربي، هي دفتر احوال على الفيسبوك، أرقامنا موجودة كمان على الصفحة للتواصل، بنستقبل الرسائل وبنحل مشاكل كتير قوي. أرقامنا موجودة على الشاشة لكل اللي عنده مشكلة ويعني مش عارف يحلها، مش عارف يتواصل مع مسؤول، احنا موجودين. عندنا زي ما بنقول دايما أضلع، وعندنا عواميد بنستعين بيها في برنامج دفتر أحوال. بتعمل معانا إيه دي؟ بتحل لنا مشاكل، بتحل لنا مشاكل قانونية، بنكلم مسؤول، بنكلم ناس من أهل الاعتماد في مصر، بنعتمد عليهم. منهم النهاردة معايا يمكن ضيف عزيز على قلبي أنا شخصيا، وهو أكتر حد وقف جنب حالات كتير قوي جات لدفتر أحوال. معايا ومعاكم النهاردة في سهرة سميناها دايما وبنسميها دردشة قانونية، معايا ومعاكم المستشار محمد صادق. برحب بيك. اهلا وسهلا مرحبا بيك، منورني، وحشتني. اهلا وسهلا. دايما بتلبي الندى. طبعا الله يخليك. فوق دماغي زي ما عهدناك، زي ما بيقولوا انك دايما بتقابل معانا حالات، بتحل حالات. كلمنا عن الحالات اللي حلتها في دفتر احوال دون ذكر اسماء، لان احنا دايما مش هنجهر بالخير اللي احنا بنعمله، لانه ده خلاص دايما بنقول المنبر الاعلامي الهادف اللي بيحل وما بيقولش احنا بنعمل ايه. في جيت لي كتير حالات، يعني حاجات خاصه بمحاكم الاسره، حاجات في الشق الجنائي، ما فيش داعي لذكرها يعني. لا احنا مش عايزين نذكر خليها اسامي اسامي حالات، بالعكس ده احنا يعني شرفنا ان احنا نحل دون التعرض لاسامي الاشخاص، انما احنا بنتكلم في المبدا نفسه. بتواجهك سعاده داخليه في حل المشاكل؟ طبعا طبعا طبعا، دي هي دي الميراث اللي احنا بنرثه في مهنتنا، مهنه المحاماه. مهنتنا مهنه نزيهه، ليست مهنه صراع على المصلحه او الكسب السريع. يعني بيجي لنا حالات كده في وسط الشغل، هي دي اللي بتفتح نفس الواحد على الحياه تاني، يعني على الشغل، يقبل على الحياه وهو مبسوط نفسيا. بالظبط، بتلاقي دافع نفسي مهم قوي، اللي هو انك تقضي حاجه الناس، بتلاقي وجه الحق ظاهر ولكن مش قادرين يوصلوا له. زي زمان لما قلنا الوصايا العشر، لا تقبل اي قضيه الا اذا كنت مقتنع. انا اتذكر جيدا الوصايا العشر دي، كانت وجه الحق مهمه فيها جدا. ايوه فندم، وكتير قوي كلموني عنها، ده عملت صدى كويس وبعض الشباب واخدوا بيها. انا حابب افكر الناس، كانت حلقه كانت تحديدا عن مهنه المحاماه، وانه كان المستشار محمد صادق ازاي بيوصي المحامين الجدد والقادمين على العمل في مهنة المحاماة، ازاي يكون سلوكهم نزيه وحياتهم كلها مليانة بشرف واداب المهنة. بالزبط. كانت ليها فعلا صدى، ليها صدى لغاية النهاردة، ليها صدى كويس جدا يعني. وانا اظن ان المحامي الناجح هو اللي بيمشي بالظبط، لان هو انا في وجهة نظري انا ان العدالة فعلا قسمين، هو المحاماة هي القسم الاكبر. بالظبط، هو مش مهنه المحامي تضليل العداله، بالعكس بقدر ما هو اظهار وجه الحق. احنا بنشوف، بنظهر وجه الحق، وليس على وليس فيه ضرر لمصلحه المتهم. السمعه اللي متاخده على المحامي في انه بيضلل العداله دي، ان هو ماله حرام، راجع ليه؟ انه بعض العناصر، دايما العناصر، دايما كل قاعده وليها شواذ. بعض العناصر بيبقى ممكن يكون ضد الحق، وبيكافح الى الوصول لطمس وجه الحق لمصلحه مبلغ معين او حاجه معينه او كيد او حاجه من كده. هي الضرر سهل، صح، وهتروح من ربنا فين؟ دايما الشيطان طريقه سهل. بالظبط، لكن هي الفكره، مهنه المحاماه ليست مهنه استرزاق، ما ينفعش اخدها مهنه كسب. اي حاجه تيجي، خليني اتفق معاك، هي ما دام قلنا مهنه، ما انا مع اذا حضرتك، هي طريق للمكسب. ما فيش مانع، احنا بنكسب كويس جدا من الشغل بتاعنا، ولكن مش كل قضيه تيجي على طول بتقبل بدون بدون بحث، بدون البحث عن بدون تحري عن الحرام والحلال. واحيانا بيعترف قدامك الشخص اللي هو
بغض النظر عن جنائي او مدني او اي مجال يعني. بالباطل، بيعترف بالباطل ايا كان. فانت تسايره يعني، ممكن المحامي يسايره على اساس ان هو المبلغ الاتعاب هو عينه على على النسبه اللي هيجيبها من القصه من القضيه. فلا، مش مهنه المحاماه مش كده ابدا ابدا يعني. ولذلك كل ما بتجيلي عن طريقك مثلا حاجه فيها كده، احنا بنصارع ليها حتى لو ما كانش فيها، ومش كله بيجي ببلاش على فكره من طرفك. بيبقى في لا، هو هقول لك حاجه، في حاجات بيبقى فيها والله هقول لسيادتك. احنا لما اتكلمنا واداره القناه اتكلمت في برنامج دفتر احوال، والفكره نفسها ان انت تساعد الناس في اوقات كتير قوي، ويمكن يعني يصدق قولي في المشاهدين كتير بيبقى مش عايز مساعده ماديه، هو عايز القيمه او الشخص اللي يثق فيه بالظبط، اللي يكمل معاه الطريق يعتبر بدون التواء بالظبط، لانه ده تفرق كتير قوي مع كتير قوي من الشعب المصري. شفت حالات كتير كده ان هو قادر ماديا، انما وقع في مهن بالظبط يعني هدفها نصب، عناصر خد بالك موجوده في كل المهن، كل المهن في الدكتور في الضابط، كل يعني كل مهنه لازم تلاقي فيها الغير سوي. بالزبط. خليني اقول الغير سوي يمكن بالزبط. يعني تحديدا منهم مهنه المحاماه بالظبط، فوقع كتير قوي في نصابين او غير اسوياء. فكان هدفه مش انه انا اساعده في البرنامج انه يوصل لمساعده ماديه، بالعكس ده هو عايز حد يثق فيه يكمل معاه الطريق بالظبط وهو مطمئن بالظبط الثقه. يعني انا كان بيجي لنا حالات كتير قوي وما زالت موجوده على الصفحه رسائل من النوع ده. انت فكرتني وذكرتني بالجزئيه دي، بيكلمونا في جزئيه ايه؟ احنا عايزين حد ولو هنديله ضعف الاتعاب. بيحصل ضعف الاتعاب بيحصل. يعني لو قال لنا قرش احنا هنديله الضعف بس يكون صادق معانا، بس يكون معانا صادق بالظبط اسما وفعلا، محمد صادق، مستشار محمد صادق. فهي دي الفكره يا المستشار، انه انك تلجا للدكتور اللي صنف لك وشخص لك مرضك هو اهم كتير قوي من اللي بيكتب لك العلاج. عندي ملحوظه كمان في مساله القضاء الجنائي كمان، يعني بعض الساده اللي طالعين بقى هو داخل يدخل يشتغل في المجال الجنائي بيبقى خايف يقول للمتهم او لاهليه المتهم على وجه الحقيقه في الاوراق، تحسبا منه ان هم ممكن يسيبوه يروح لمحامي ثاني. فما بيجيش معاهم بمصداقيه. فيقول لهم انا هجيب لكم براءه لابنكم. ازاي؟ راجل قاتل معترف في اوراق الدعوه والادله الجنائيه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. ما هو وارد يكون عنده ثغره. الادله لا مش خلاص بلاش نسميها ثغره، نسميها خطا اجرائي ممكن. او بيسموها ثغره العوام، احنا كقانونيين نقول خطا اجرائي. ممكن الخطا الاجرائي ده يخدمه في ان المتهم بتاعه يطلع براءه. ولذلك بعض توجهات المحاكم في عندنا مبدا في القضاء الجنائي، مبدا حريه القاضي الجنائي في تكوين قناعته. حتى لو شايف الخطا الاجرائي يبقى يقول لك محكمه النقض هي تتصرف، لكن انا ما عنديش انا عندي قناعه ان الشخص ده مجرم، هو مجرم هياخد ادانه. فبالتالي انا ايا كان الملابسات القضيه كلها ايه، الضابط غلط في تطبيق القانون او بس انا عندي قناعه ان ده مجرم. تلاقي احنا عندنا اخطاء اجرائيه بنسطرها في الدفاع، بس انت عندك قناعه ان المتهم مدان. اعتراف جت لي قضيه قتل المتهم معترف، سته متهمين بسلاح ناري قتلوا سيده صاحبه مواشي واتقبض عليهم متلبسين واعترفوا. اهليه المتهمين جايين عايزين براءه، عايزين يسمعوا براءه. قلت لهم انا اسف ما اقدرش، انا شايف حبل المشنقه. كلمه واحده اتقالت في اجراءات التحقيق ممكن تنزل من الاعدام للمؤبد فقط. ده اقصى امل بس، فده طريق صريح. فسابوني ومشيوا وراحوا لمحامي تاني واتعلقوا في حبل المشنقه واتعدموا كلهم. الحمد لله الحمد لله ان هم اتعدموا، يعني لان واقعه مستفزه جدا. واحد طالع جري ورا بنت صغيره رابعه ابتدائي يغتصبها ويموتها واهله عايزين براءه. ليه ان شاء الله؟ فين العدل في كده بالظبط؟ تقول اصل فلان قال لي براءه، طب روح لفلان واتعلق برضه حبل المشنقه والحمد لله برضه. فالعناصر الاجراميه اللي بالشكل دي ما تحزنش، هنا اداب المهنه بتحتم عليك انك لا انت صريح. انا بنتظر الحكم. انا بترافع منتظر زيك. منتظر زيك واقعد استنى مع اهليه المتهم لان ما كذبتش. صح. يا جماعه ابنكم وضعه كذا، موقفه سيء. انا هبذل قدر كافي من الجهد قانونيا، وانا ما اتكلمش في الموضوع، مش هقول ما عملهاش،
مش هقول ما عملهاش. ما اقدرش اقول انا القانون اذا كان هيخدمه فانا هساعده بالقانون، انا بتاع القانون. صح. بس هو واجبي واداب المهنه بتحتم عليا الحضور معاه. لكن اهليه ان يقول لك لا انا عايز اروح للمحامي اللي يقول لي براءه. يطمني. طب انا هقول لك ياما مكاتب محاميه اتكسرت. انا هات لي 50,000 جنيه واجيبه لك، اجيب لك براءه، تلاقيه اتعلق في حبل المشنقه. طب تعالى يا عم المحامي، انت جبت لنا خدت هات لنا فلوسنا وكسرنا لك المكتب. كذاب. صح. طب ليه؟ حاجات كتير انت عاصرها في القضايا الجنائية. من اغرب الـ 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 القضايا اللي انت عاصرتها الفترة الأخيرة، يمكن يعني حتى انت كنت بتدردش معايا قبل الحلقة في الأمور الجنائية، وكنت عايز تتكلم في طريقة الوصول لل في وسائل الإثبات الجنائي تحديدا. وسائل الإثبات الجنائي. وسائل الإثبات الجنائي. أحيانا أنا حابب بس المقاطعة، أنا حابب بس أفكر كل مشاهدين البرنامج بإنه أرقامنا موجودة على الشاشة، أي استفسار وأي استشارة قانونية موجود معايا ومعاكم المستشار محمد صادق للإجابة، وكمان هو دايما عارض للمساعدات وإنه بيفوض نفسه للمساعدات لكل الحالات الغير قادرة، وده شيء أنا بشكره دايما عليه بوجوده معانا في حلقات دفتر أحوال. الله يبارك في عمرك يا إبراهيم. قول لنا. بيحصل إن بتحصل وقعة لا يقام عليها الدليل، زي الوقعة اللي هنتكلم فيها دي، وقعة السرقة، بس غريبة شوية، هي أخدت شو إعلامي كبير جدا عندنا. خلينا نقول دون ذكر بدون ذكر أسماء ولا أي حاجة، هي وقع من خلالها هنشوف الوسائل الإثبات الجنائي والأدلة الجنائية المؤثرة المنتجة في الدعوة. تمام. بيحصل إن حضرتك متضايق مني أو من جارك أو أي واحد عايز تخرجه من شقة عنوة، بتقوم تتهمه بواقعة سرقة. تمام. وقعة السرقة زي ما بنقول بالبلدي كده، الحرام بشيلته. تمام. طيب بيقوم بقى بطريقة ما بيجيب تحريات مباحث توصلت لصحة الوقعة بطريقة معينة احنا عارفينها الطريقة. تمام. فتقوم النيابة شايفة ان بقى في دليل. التحريات النيابة احيانا، وده خطأ اعتب على النيابة فيه. تمام. والسيد الاستاذ النائب العام المستشار النائب العام عامل طفرة، عامل طفرة في القانون. أنا براجع دايما الأخبار وعامل طفرة فعلا في تيسير الأمور القانونية على الناس. عامل طفرة رائعة في 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 الأداء مظبوط، أداء النيابة العامة. فأنا بلتمس منه الجزئية دي، التحريات المباحث إحنا مش عايزينها تبقى دليل. يعني المباحث تتعب شوية، المباحث تتعب شوية وبعد النيابة تحقق شوية، ما لقيتش دليل منتج في الدعوة، بلاش نرهق منصة القضاء. بلاش نرهق المتهم ومنصة القضاء في الأول. طبعا بترهق القاضي وبترهق المتهم مع أهليته، بيصرفوا فلوس كتيرة جدا وبيجيبوا محامين، وفي الآخر الدعوة بتنتهي مقالها إلى البراءة. من أمثلة الدعوة. حلو، خليني قبل ما أوصل وأدخل جوه لب الموضوع خليني أخد اتصال. مساء الخير يا منصور. أستاذ بسيوني. أيوة يا باشا. مساء الخير عليك. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. طيب بصحة والسلامة. والله ليا مشكلة يا سعادة الباشا، انت قبلك عايز اعرضها على سيادتك. اتفضل. واخد رأيك القانوني فيه. اتفضل يا فندم. انا كان في ليا اخ انت خد بالك، وكان في يعني فلاح في الارض، فعايزين نطلع الفلاح، فالمهم حضر العمدة وحضر اللجنة، فالمهم ايه قال لك مش مأمن الناس ديت، خصوصا الزرع يعني، مش مأمن الناس ديت ان ايه يدوا لي حقي في اخر الزرع. فالمهم مضيت على وصل ب 500 جنيه. انت خبت سيادتك؟ سامعك. وبعد ما قضيت مدة الوصل اديته العمده، العمده ده يعني نسيبنا يعني. فالمهم جمعنا القطن وبتاع، وقمنا رايحين اخويا قام واخد الفلوس من ورايا، وقام راح حاطط ال 500 جنيه للعمده. وقام واخد الوصل. جينا نتنازع على حكايه البيت، انت خبت سيادتك؟ قام شاكريني، قام مال الوصل ابو 500 عملوا 50,000. تمام. انت خبت سيادتك؟ واخد بالك. وامشاكين، فاجرت واحد محامي، فالمحامي يعني انت خبت ما عندوش ذمه، فالمهم باع القضيه لمين؟ للمحامي بتاعه الثاني، فاتحكم عليها بال 50,000. تمام. فبهدد دلوقتي بالايه؟ بالحكم، وايه؟ وفتح بيت وقعد فيه ومطرود دلوقتي من قلب البيت ومش عارف اخش. دي القضيه دي فين يا ابراهيم؟ انت في محافظه ايه؟ ها؟ محافظه ايه؟ محافظه الدقهليه. الدقهلية؟ الدقهلية. طب الحكم ده نهائي ولا الحكم ده ايه؟ ده نهائي.
نهائي ازاي؟ عملت فيه استئناف في المعارضه السنغال؟ لما اتحكم نهائي. عرفت ازاي انه نهائي؟ لما رايك يا باشا. عرفت ازاي انه نهائي؟ وانا رحت المحكمه جالي اتعاب المحاماه، رحت اسال في اتعاب المحاماه قال لك ده حكم نهائي ب 50,000. حكم نهائي ازاي؟ حكم يعني انت حضرت الجلسه الاخرانيه؟ اه. ما عملت معارضه استئنافيه؟ كنت موكل محامي. بس ما عملتش معارضه استئنافيه بشخصك يعني؟ لا، هو سابني لما الاستئناف عدى والمعارضه عدت وكل حاجه عدت. انت ما حضرتش ولا جلسه فيهم؟ ولا جلسه، هو اللي كان بيحضر. هو اصبح حضوري. هو لا، هو عمل الاستئناف. هو عمل المعارضه الاستئنافيه. اه، فهو من حقه لو المعارضه الاستئنافيه معموله بالتوكيل، لو هو سمعنا دلوقتي. لو المعارضه بالتوكيل سمعنا يا ريس يا استاذ. معاك يا باشا. سمعنا يا استاذ بسيوني، خد المعلومه دي على السريع كده. خد الحل مبدئيا من المستشار محمد صادق معاك، هو بيقول لك مبدئيا بتقدم طلب للنيابه العامه بالتمكين من المعارضه الاستئنافيه مره ثانيه. بس بقى لها مده جامده. ايه؟ سامعني؟ بيقول لك بقى لها مده جامده. ما يجراش حاجه. ده ملوش علاقه. ما يجراش حاجه. يعني بقى لي 10 سنين دلوقتي قاعد بره البيت ومش عارف اخش بيت. 10 سنين؟ القضيه دي من امتى؟ قضيه الايصال الامانه دي من امتى؟ من 10 سنين. يا حبيبي تاخد سقوط عقوبه. سقطت اصلا. بتقدم طلب سقوط عقوبه وتاخد شهاده وبتروح. فالوقتي انت ايه يا باشا؟ دي قضيه سقطت. بص. سقطت العقوبه يا بابا. القضية دي يا أستاذ بسيوني، المستشار محمد صادق بيوصل لك إن القضية دي سقطت من عليك، مجرد إجراء بتعمله في المحكمة. في النيابة. المحكمة اللي أنت فيها اللي تابعة ليه القضية دي، إجراء بتعمله بطلب بإن القضية دي سقطت، وبيخلص لك الإجراء ده في تقريباً أسبوع. أسبوع وبتاخد وقف تنفيذ. أسبوع وبتاخد فيها إن القضية دي انتهت من عليك. بتاخد وقف تنفيذ. مين اللي يعملها لي يا باشا؟ المحامي. المحامي أو أنت بشخصك. المحامي أو أنت بنفسك. يعني اظن الخط قطع كده. الاجابه واضحه. متهيألي كده حل مشكلتك انتهى بالاجابه. قدامه حلين. قدامه حلين. لو هو لسه متابعنا. انت متابعنا على الشاشه. اسمع الحل النهائي من المستشار محمد صادق. قدامه حلين، يقدم طلب تمكين من المعارضه الاستئنافيه وينزلها جلسه، وفي الجلسه يدفع بسقوط العقوبه. جميل. تبقى خلصت. الحل الثاني انه يقدم طلب للنيابه العامه باستخراج شهاده من واقع الجدول بوقف تنفيذ العقوبه. حلو. لسقوط العقوبه. حلو. يعني بالبلدي خليني ارد عليك يعني. باللغه العاميه بعيد عن القانونيات، القضيه دي كده وقعت وسقطت من عليك، تقدر تاخد في المحكمه اجراء بده وتقول لهم القضيه دي سقطت. بس بشرط ما يتقبضش عليه. انه ما يقطعش. ما يتقبضش عليه. ليه؟ لو اتقبض عليه هيفضل محبوس لغايه ما يتعمل له اشكال ونقض. مش هنصعبها عليه. احنا مش هنصعبها عليه. انت مجرد انك تروح لمحامي وتقول له القضيه، انا عليا قضيه ساقطه من عليا، عايزك تعمل لي فيها اجراء، هتعمل له توكيل وهيخلص لك الامر ده في خلال اسبوع حد اقصى. بالظبط. كتير قوي الجهل بالقانون بيأثر على الناس ويخليهم عايشين في مطارده. مرعوبين. عايشين في مطارده. وهم في الاصل هم عايشين، المفروض يكونوا عايشين بحريه اكتر مني ومنك. بالظبط. صح. بالظبط. خلينا ناخد اتصال من الاستاذ نصر من المنيا. مساء الخير. أهلا. مساء النور. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. اتفضل. في أخويا من مركز صملوط محافظة المنيا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتحكم عليه بخمس سنين في مقاومة في البندقة خرطوش خمسات، واللي عملها له ضابط من عندنا من بلد جنبنا. وكان عامل له مقاومة سلطات، خد براءة في مقاومة السلطات، والقاضي حكم عليه بخمس سنين في البندقة. فالمهم طبعا معاه كان عامل سطو مسلح مع ثلاثة أربعة أنفار معاه برضه كمان تاني. وأخويا كنت عامل تلغراف للمحامي العام بعد ما اتمسك بيومين إن ده ممسوك من مركز صملوط. والمشكلة الكبيرة إن القاضي حتى أخويا حلف له على المصحف إن الضابط جاب الضابط قدامه برضه قدام القاضي. وبعد كده جاب الحلف له على المصحف اني انا ما اول مره اشوف الضابط ده هو قدام سيادتك، وبرضه القاضي اعطاه برضه خمس سنين ونفذ. وبينفذهم دلوقتي. نفذ العقوبه. بينفذ العقوبه. بينفذ العقوبه حاليا. عدى وقت قد ايه؟ عدى وقت قد ايه على التنفيذ؟ عدى 60 يوم؟ يعني لسه الكلام ده ليه شهر النهارده، الحكم ليه شهر. طيب قبل ما ينقضي ال 60 يوم بتعمل نقض. تمام.
النقض. والغريب في كده ان اللي معاه كلهم خدوا براءه. لا لا، اصل دي حريه القاضي، دي اقتناع القاضي. ممكن يكون القاضي شايف حاجه انتم مش شايفينها، فلو في خطا قضائي، لو في خطا في الحكم، باب النقض ما زال مفتوح. تمام. يعني قدامك 60 يوم ما يعدوش. بشكرك لاتصالك. يعني هو معاه مواعيد للنقض. اه طبعا، 60 يوم. 60 يوم، يعني هو في خلال 60 يوم يعترض على الحكم ده من حقه. يخلي اخوه من جوه يقرر يمضي على تقرير النقض من الداخل ويودع له مذكره بالاسباب وينتظر الجلسه. وينتظر انه تحديد ليه جلسه. خليني اخد اتصال كمان من شيماء. مساء الخير. الو؟ تقريبا في مشكله في الاتصال. الو؟ استاذه شيماء؟ الصوت بعيد شويه. الو؟ ايوه مساء الخير. الو؟ ايوه سامعك، سامعك. مساء النور. مساء النور، اتفضلي. ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك كويس، اتفضلي. ايوه حضرتك، حضرتك انا عندي مشكلتين. اتفضلي. اتفضلي يا شيماء، قولي. حضرتك اول حاجه، انا كنت مطلقه غيابي. أنا كنت مطلقة غيابي وعليا ليا نفقة وأحكام كتير ليا ولبناتي كتير، وطليقي كان هربان. ماشي حضرتك. فقعد كام سنة هربان، 3 سنين. فالمهم قابلته ومسكته والناس اتلمت، والمهم كتبنا الكتاب ورجعنا تاني، بس القواضي كانت لسه شغالة. فبعد ما رجعت له تاني حضرتك، روحت معاه بيته، فمسكني ضربني وخلاني مضيلي ورقة إن أنا متنازعة عن جميع حقوقي. بعد ما مضيت لحضرتك وضربني وطلعت سبت البيت ومشيت، اللي رحت عملت محضر فيه في الاسم ان هو مضاني وضربني وكده. فالمهم بتاع ايه، المحضر دوت المحل بتاعي ما حضروش. فالمهم المحضر ده دخل جنايه وخد فيه 5 سنين سجن مشدد. في المحضر اللي ضربك فيه، المحضر اللي ضربك فيه في البيت، ومضاك بالاكراه، ومضاها بالاكراه. توقيع بالاكراه صح؟ يا شيماء. حضرتك، توقيع بالاكراه. توقيع بالاكراه تمام. خد 5 سنين مشدد، بس هو ما حضرش. هو ما حضرش ولحد دلوقتي ما يعرفش حاجه عن المحضر. هيتقبض عليه في اي وقت، هيعمل اعاده اجراءات ويحضر الجلسه. سؤالك فين يا شيماء؟ قولي. هيعمل اعاده اجراءات، يعني هو حضرتك ممكن يطلع منها براءه؟ جايز، لو الورق، لو الورق بيقول ان هو ياخد براءه، جايز ياخد براءه. بس مساعدتها متهيألي اذا هي، اذا انت ممكن، انت عايزه، عايزه انت عايزه ياخد براءه ولا انت عايزه ايه؟ لا حضرتك، اللي انا عايزاه ان هو دلوقتي الورقه اللي هو مضاها لي عمل بيها صحه توقيع، عمل بيها صحه توقيع ان هو يشيل القواضي كلها بتاعتي وبتاعت عيالي. ما يعرفش يا ماما، ما يعرفش حقي، ما بقاش لي حق. ما يعرفش المحاكم كده حقي دي. ما يعرفش يا شيماء، ما يعرفش يعمل الكلام ده بالورقه اللي انت مضيتها له. انت مضيتها في الشهر العقاري؟ حتى لو مضيتها في الشهر العقاري ما يعرفش يعمل بيها حاجه. اذا كنت المحامي، المحامي بتاعي بيقول لي حضرتك، المحامي بتاعي بيقول لي الورقه اللي معاه ديت اللي انت مضياها وبصمه عليها انها تمشي، يعمل بيها صفحه توقيع ويعمل حاجه اسمها مقرر اسقاط النفقه، ان يسقط بيها الاحكام اللي عليه كلها بتاعتي وبتاعت عيالي. فكده فعلا حضرتك ان هو يشيل بالورقه دي الاحكام كلها بتاعتي وبتاعت عيالي، ولا تكون حمليه خدها الجنيه دي؟ قصدي ان هي خدها ما يعرفش يعمل بيها حاجه. شيماء اسماعيلي، هو هيشيلها كده من تلقاء نفسه، ولا هي لازم يرفع دعاوى قدام المحكمه، محكمه الاسره، يقول اسقاط النفقه بموجب الورقه اللي معاه؟ انت هتيجي قدام المحكمه تقولي ادي صوره من القضيه، الجنايه المعموله ضده، ان الراجل ده خطفني ومضاني بالاكراه وضربني وبدليل حكم محكمه الجنايات، فالمحكمه هترفض طلبه وتايد لك حكم النفقه. الدنيا مش سايبه يا شيماء. مجرد انك عملتي المحضر اللي هو تعدى عليكي فيه واكراهك على التوقيع، انت حفظتي حقك 100%، فاطمني بنسبه 100%. ما تقلقيش، ما تقلقيش، هو ما يعرفش يشيل من تلقاء نفسه. لازم يعلنك، ولازم تحضري قدام القاضي وتقولي ان الورقه دي سليمه او لا. انت معانا المحامي اللي معاه، حضرتك المحامي ما بعتليش جوابات، يعني انا عرفت صحه التوقيع دي بعد ما هو خدها. المحامي بيبعت العظام. يا ماما، يا ماما عايز اقول لك حاجه واطمنك. حكم صحه التوقيع اللي خده عليكي وحكم غيابي يجوز استئنافه بعد 20 سنه. يعني ينفع تستأنفيه بكره وبعده بعد 10 يعني كأن الحكم ملوش لازمه. حكم ملوش لازمه. طب حضرتك دلوقتي لو هو خد لو عمل اسقاط مقرر النفقه دي من ورايا برضه ما بعتليش، انا ينفع اعمل من حقك ترجعي كل الامور وكأنه ما حصلش اي حاجه. تلزميه تاني، تلزميه تاني عادي. من حقك ترفعي تاني وتلزميه تاني بنفس المقرر.
ديت وكل حاجه ان هو خدها ان هو نفسها غلط. كل اللي كل الامور غلط. خليكي بص شيماء، يعني هو طمنك ان استشار محمد صادق. اولا بشكرك على متابعتك لينا، ارقامنا موجوده كمان، يعني ارقامنا الشخصيه في كنترول لزمايلنا، من فضلكم تقدر تاخد ارقامنا اذا عندك المشكله، حسيت انها متضاعفه وانت مش مطمنه ارجعي لنا تاني. كلموني وانا استشار محمد صادق معاكي، اكون معاكي ما تقلقيش، وهو يعني متكفل بالدفاع عنك لانه الراجل طمنك وقال لك الواقعه كان لم تكن. الناس بتبقى مش مرعوبه، هي مرعوبه بالتوقيع، لكن هو ما يقدرش يعمل بالباطل بالباطل. بالظبط. خليني اخد اتصال من استاذ مرسي. مساء الخير. مساء الفل. اتفضل. مساء الخير يا باشا. مساء الفل عليك. حضرتك في مشكله ليا كده بس تبع القوات المسلحه. تبع القوات المسلحه حضرتك. نسمع. نسمع نشوف. ماشي يا باشا. الموضوع بتاعي ان انا طبعا عند سن التجنيد بتاعي انطلب طبعا على 16 سنه فرصه. لا الصوت مش واضح شويه. بقول لحضرتك انا وانا عندي 16 سنه انطلبت في التجنيد. ما راحش. ما رحتش. هربان. انت معانا ولا رحت؟ انت خط قطع ولا انت سامعنا؟ لا انا سامعك. يعني انت هربت من التجنيد. هو انت بتسمعنا بس في الاسئله ما بتسمعنا ما بدا. صوتك بيروح في الاجابات ليه؟ مش عارف حضرتك انا سامعكم كويس. طب اسمعنا طيب. من التليفون. لا من التليفون، خليك معايا في التليفون. انت هربت من التجنيد وبعدين؟ حضرتك كده سامعني؟ انا سامعك. حضرتك دلوقتي وانا عندي 16 سنه انطلبت للتجنيد فرحت اتفرست اول مره. تمام. وروحت. اما انطلبت ثاني مره كان معمول لي قطع بتاع ده كشف عيله عشان كانت والدتي متطلقه. تمام. فروحت بيه ادوا له معاد بثلاث سنين. تمام. بعد الثلاث سنين طبعا رحت لهم عشان خاطر اشوفه هلبس ولا هيدوا له معاد ثاني، فقالوا روح ما تجيش الا لما نطلبك. ماشي. فجيت ورجعت لهم ثاني بعد مده قالوا لي ان انت تعديت السن القانوني ال 30 سنه. صفروني طبعا صفروني متخلف وعملوا لي قضيه. القاضي حكم عليها ب 600 جنيه غرامه. وادوني شهاده معاف، شهاده معاف بتقول المذكور تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن ال 30 عام وحررت ضده قضيه رقم كذا، واخد بال حضرتك؟ وهذه الشهاده شهاده نهائي وغير مطالب بتجديدها ثاني. طيب فين السؤال؟ فين الموضوع؟ الموضوع دلوقتي انا دلوقتي مثلا عضو مجلس اداره في جمعيه زراعيه. ماشي. بيقولوا لي لا ده انت ما خدتش الجيش ومش من حقك تخش الجمعيه، مع العلم ان انا عضو بقالي 15 سنه. يرفع يعني خدت ثلاث مدات عضو مجلس اداره في جمعيه زراعيه. طيب هو الحل بسهله في كلمتين. رد عليك المستشار محمد صادق، قضيه في مجلس الدوله بانك تعد كده يعد يعني وضعه في الخدمه العسكريه ايه؟ هو هي فيش دايره قوات مسلحه في مجلس الدوله. هي اللي هترجعه شغله تاني. بترجعه شغله. بتحكم له. لان ده قرار تعسفي ان هو انت ما خدمتش جيش بس خلاص. بس خلاص اتعملت قضيه واتصالح. واتصالح. دفع الغرام خلاص كانه كانه كده ادى الخدمه العسكريه. كانه ادى خلاص. كانه معافاه. بالظبط. لان هو وضعه القانوني قدام القوات المسلحه مظبوط. هو اعفي وما عنده ما كانش هربان، ده هو له خطوات عملها وراح وقدم، قالوا خلاص انت كده عديت السن. فبالتالي يرفع. بتاخد وقت الدعوه في يعني 6-7 شهور سنه كده. والله مش كتير يعني. لا مش كتير. ويقدر بيها يرجع شغله. يقدر بيها بحكم المحكمه يرجع شغله. سمعتنا ومتهيألي واي يعني عقبه تقف قدامك هترجع تكلمنا واحنا موجودين. اي مشكله مين اللي يحلها؟ القاضي. القاضي. انت عندك القاضي موجود. واحنا دوله مؤسسات والاحكام القضائيه فعلا بتتنفذ فيها. بالزبط. في الامور دي بشكل سريع جدا. سريع. هو هيقدم الحكم خلاص. خليني ارجع للحاله الجنائيه اللي كانت معايا اللي وقعت السرقه. وقعت السرقه. وقعت السرقه اللي عندنا غريبه شويتين. واحد بيشتغل في محل مجوهرات استمر فيه لمدة 20 سنة مشهود ليه بالأمانة. في أواخر الأحداث مرض شوية، نام في السرير شوية، فالتاجر اللي هو بيشتغل معاه راح زاره كذا مرة وبتاع. شوية بعد كام يوم من المرض ده تم تحرير محضر في اسم الشرطة
بسرقة كام؟ كام؟ 36 مليون جنيه. 36 مليون او ما يعادل 56 كيلو ذهب. بعد ايه؟ بعد سنة ونص. ماشي. من ادعاء اكتشاف الواقع. ماشي. طيب اسم الشرطة طبعا لما شاف المبلغ كبير طبعا يحرر المحضر. تحريات المباحث طبعا نعمل ايه ده 36 مليون جنيه يعني هينوبنا يعني. ماشي. جت تحريات توصلت لصحة الواقع. منين جبت التحريات دي ازاي؟ وامتى؟ 36 ماشي. مليون. الشهود بقى كل الشهود اللي جت في اوراق الدعوة. ايوه احنا بنشهد ان ده مدير المحل. طيب فين الدليل المادي؟ الكلام في السرقة واقع السرقة دلوقتي. طيب النيابة حالتني قدام المحكمة. والنيابة حبستني أربعة أيام. فين الدليل المنتج في الدعوة؟ هي تحريات المباحث. تحريات قالت توصلت إلى وجود الاختلاس مبالغ نقدية بس ما نتوصلناش على قيمة المبالغ اللي تم اختلاسها. تمام. طب ماشي شكرا. هذه تحريات فالصو. آسف. لكن إيه الدليل المنتج في الدعوة؟ القضية بقت قد كده. كلها شهود داخلة شهود خارجة إن فعلا الراجل ده كان في المحل ده بيبيع وبيشتري. ما اختلفناش. فين الدليل المادي؟ تمام. ان انا سرقت شفتني سارق ولا دفاعك هنا بيكون ازاي؟ انا الدليل المنتج وسائل الاثبات. انا دي قضيه عرضت امام سريعا كده عشان بسرعة. بس اوصل بسرعة. للمشاهد في عجاله ازاي يعني احافظ على حقه واحميه بالظبط. احنا عندنا حاله التلبس يعني شفتك وانت بتشيله ما فيهاش دي مش موجوده. الاعتراف ما حصلش. ولقد انقضى الزمن حتى الاعتراف انقضى الزمن الذي يعد فيه الاعتراف سيدا للأدل. جميل. وطالما تحت إكراه يهدر ولا يعود على الدستور. تمام. الشهادة البينة. البينة امتى كمان يعني حتى هي القضية دي بس خليني ارجع معاك بسرعة كده في عجالة عشان بس الناس هي تم الحكم فيها والفصل فيها لسه. لسه لسه يعني هي لسه قضى التحقيق. لسه. هو القاضي ظريف يعني ما شاء الله عليه يعني هو سايب المساحة القماشه المفروضه للإثبات وللإنكار قول اللي انت عايزه وانت قول اللي عايزه وهو ده القضاء اللي كان السادة هيئه الدفاع استفزوه ردوه قام حبس المتهم شهر ونص استفزاز يعني في الاخر احنا يعني هم جم هدوا اللعب معاه وقالوا له احنا نعتذر فافرج عنه من سرايا المحكمه ولكن انا عزائي ان الشخص ده باهليته بسمعته راجل بقاله 30 سنه بس خليني اقول انها يعني انا بتكلم على مثال قلبا وقلبا على مثال المثال ده يؤخذ ذريعه للنيابه العامه او للنائب العام انا اتفق معاك يتابع النوعيات دي من القضايا معلش انا هتفق معاك في هذا الشان انما هيكون خلافي في الاتي في امور كتير بيكون فيها الانسان بيقع في ابتلاء بالظبط انما النتيجه النهائيه هي الاحكام القضائيه هي اللي بترضي طبعا طبعا احنا راضيين بحكم القضاء فهو يعني الحسبه يعني. بالنسبه لي يعني حتى وكلامي بيوصل للمشاهدين اللي بعبر عن يعني طريقه الشخصيه في ده النهارده قد يقع ظلم عليا بس الظلم ده حصل في وقت ولا حصل نتيجه حكم هو لا. ده تفرق لا ما كانش حكم لسه ما صدرش حكم اذا هي أنا حصلت لا أعقب وقت على حكم انا بعتبره ده ابتلاء مرض كارثه انما لما يكون حكم ده الظلم الحقيقي بالزبط. فانا مؤمن بالقضاء المصري والله انا مش بقول ده لا ده انا بقول ده وانا مقرب شويه لا وانا نفسيا انا نفسيا مرتاح للقاضي اللي انا قدامه انما يعني خد الشخص ده في الامور زي دي وهو مظلوم او هو بريء بعتبره ابتلاء يعني حتى شاهد الاثبات يجي يقول ايه شهود الاثبات من تجار يقول لك مستحيل محل بالحجم ده يسع 57 كيلو دهب اكبر محل في البلد فيه 30 كيلو 20 كيلو وال 57 كيلو دول اتسرقوا انت في ثلاث يعني شهور يعني بص واخد بال حضرتك دايما برضو انا بقتنع انه جوه كل وقع او قضيه في ملابسات ما يعرفهاش الا اصحابها بالظبط في امور ما يعلمهاش الا ربنا واصحاب الامور هي دي من ولا النيابه دي ولا المحامين ولا المحققين ولا الضباط في امور خفيه بتغيب عن الكل وبتغيب عن الاذهان ما يعلمهاش الا رب الغيب والاطراف الخصومه واصحاب الخصومه بالزبط. ليس الا انما في النهايه دايما المصير للقضاء طبعا 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 وانا بعترف دايما ان احنا دوله مؤسسات قد يقع الظلم زي ما هو موجود في كل دول العالم انما بالزبط. مش هو السائد بالظبط ما دام العدل هو السائد انت بتحس بالامان بتحس بالاستقرار
امور كتير قوي بتبقى موجودين حتى فيها. ان الخصوم بيطمنوا يعني، بالظبط بالظبط، المواطن في الشارع بعيد عن انه يكون في خصوم، المواطن في الشارع عارف انه هياخد حقه، بالظبط احساسه بانه في ملجأ ليه كظابط او مأمور ضبط قضائي بايا كان نوعه، احساس بالامان، احساس نفسي. لا احنا عندنا قضاء المصري بخير جدا يعني، جدا كان جدا. في كان في عندنا واقع اذا كان لسه هم مدرسين بره ده بيدرسوا قضاء في طبعا الشرق الاوسط كله. طبعا طبعا، والقضاء والقضاء المصري بينتدب بره، بينتدب بره وبيعمل بره، شرف كبير جدا يعني جدا. فكان عندنا واقع اذا كان في لسه مساحه من الوقت، اتعرضت جنايه مخدرات حجم كبير جدا، فالهيئه الهيئه اقتنعت بالدفاع، القاضي نادى بالعضو اليسار، نزل بنفسه عاين الوقع ورجع. تتخيل ايه اللي يحصل؟ ضابط الوقع تحول لمتهم، تحل النيابه العامه ونزل وخد حكم مشدد. شوف. والمتهم شوف. انت بتدي مثال حي وانت في قلب الاحداث. بالظبط. لنزاهه القضاء. طبعا طبعا. في امور كتير قوي حابب اطمن بيها المشاهد، يمكن انا بذكر ده لاعزائي المشاهدين علشان هنا في قلب الاحداث لما يكون محامي ممارس وصاحب اسم وباع، لما ينقل احساس مهنته للمواطن بان في امان وفي عدل، ده هيتنقل للصوره دايما على وعندي مثال اخر. الامثله كتير، تعدد الامثله يعني. انا اتفق معاك في كل الامثله إن يعني، بس نظرا لضيق الوقت ده عندنا امثله وقصص شيقه جدا في القضاء يعني قوي. انما في الاخر هي المبدا اللي عايز اوصله لكل الناس وكل اللي بيتابعونا وكلهم يبلغوا بعض، انه احنا في الاخر عايشين في امان. احنا عندنا مشاكل زي اي مكان على وجه الارض، ما هو عنده مشاكل، اعظم دول العالم فيها مشاكل وافقر دول العالم فيها مشاكل، فدي سنه الحياه. ما دام العدل هو السائد انت هنا في استقرار، عندنا مشاكل هنحاول نحلها. تعالوا بصوره شخصيه شويه، في دفتر احوال اي مشاكل هتجيلك هتعرض عليك، احنا بنعتبر نفسنا حلقه وصل، حلقه وصل ما بين المسؤول وما بين المواطن. احنا موجودين دايما، ارقامنا موجوده على الشاشه، صفحة دفتر أحوال بالعربي على الفيسبوك هي دفتر أحوال، وأرقام تليفونات موجودة كمان للخدمة على صفحة دفتر أحوال. تابعونا ومستنيينكم. بنعتذر لضيق الوقت وعدم يعني استكمال باقي المكالمات، وإن احنا ما أسعفناش الوقت، إنما موجودين معاكم في حلقات كتير. نشكر في نهاية الحلقة المستشار محمد صادق. أنا اللي بشكركم والله. بتوعدنا تكمل لنا طبعًا الدردشة القانونية اللي تعودنا عليها والاستشارات القانونية اللي بنتعود عليها منك. كتير من المتصلين رقم الاستاذ محمد صادق ما كان موجود في الكنترول، ووجهناهم مباشره لي لان هو تطوع قبل الظهور معانا في حل الحالات. بشكركم في نهايه لقائي، وبقول لكم اراكم الاسبوع الجاي في دفتر احوال على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.